زيدون بيك لو سمحت حضرتك ضمن مجتمع خلينا نحكي متداخل متشابك في محافظة الزرقاء، أعداد كبيرة من السكان في منطقة يعني جغرافية أو مساحة تعتبر قصيرة مقارنة بمحلات بأماكن أماكن أخرى أو محافظات أخرى، دوركم الاجتماعي إن صح التعبير، تواصلكم مع المجتمع بشكل عام. سيدي الله يعطيك العافية كمان مرة. احنا كقائد كتيبة الدرك فهو عضو بالمركز او خلينا نحكيها باللجنة الأمنية الموجودة في المحافظة التي تحتوي يرأسها عطوفة محافظة الزرقاء والمتصرفين ومدير الشرطة ومدير الأجهزة الأمنية المذكورين او المعنيين ضمن الاختصاص. واجبنا مع المجتمع المحلي او علاقتنا مع المجتمع المحلي تتمثل ب احنا نعقد عنا دورات اصدقاء الدرك داخل موقع الكتيبة، بيطلع من عنا ضباط متخصصين او بنطلع بشكل شخصي متخصصين للمحاضرة في الجامعات الرسمية الموجودة ضمن منطقة الزرقاء، الجامعات الخاصة، الكليات الأهلية، نلتقي بمجموع عدد لا بأس به من الطلاب، بكون يعني متشوقين انه يسمع انت شو واجبك، انت شو شغلك، وكانه مثل ما تفضلت حضرتك وضع في تخيلته انه تصور لرجل الدرك انه بس هو للشدة والضرب، ولكن لا، ما بتصير او منهي محاضرتك الا الناس يعني غيرت الفكره بشكل كامل. والجميل بالموضوع انه انت يعني بتقدم محاضرتك ل 200 300 شخص، هذا كمان بروح بنتشر في موقع على بيته بين اهله بين معارفه بين اصحابه، فبتتغير. نعم. مجرد تعاملنا ايضا مع المواطنين في المباريات الرياضيه ضمن الاختصاص اللي تقام المباريات اللي عندنا كمان بقمه الحضاره وقمه، هذا كلياته بتوجيهات واوامر من عطوفه المدير العام الباشا حسين الحواتمي. احنا في مجال اي شيء يطلب منا وباوامر ثابته، اي مجال يطلب منك في المساعده لا تنتظر منا الامر كمديريه عامه، نفذ من عندك، مواطن مدني، مواطن شو ما يطلب ضمن مجالنا واختصاصنا. نعم. معنا الاوامر اللي بتنفيذها كامل الحمد لله. الله يعطيكم العافيه. سريعا بدي انتقل لفرج بيك، زبون قرانا بالصحف وبوسائل الاعلام عن حمله الوفاء لشهداء الوطن، وباحدى المحافظات الجنوبيه تم توزيع طرود الخير وكان في متابعه مباشره من اللواء ركن حسين الحواتمي، تحدثنا اكثر كونك قائد درك الجنوب. شكرا على السؤال اللي تفضلت فيه. الحقيقة مش فقط ضمن اختصاص قيادات درك الجنوب، هو تم تنفيذ هاي الحملة في كثير من محافظات المملكة وبأوامر مباشرة من عطوفة المدير العام لقوات الدرك. حملة الوفاء لأرواح الشهداء قمنا نحن في قيادة درك الجنوب بتوزيع الكثير من طرود الخير على العائلات المستورة والمعوزة والمحتاجة. أيضا في من ضمن التواصل مع المجتمع المحلي، قبل فترة قرأنا في الجريدة وعلى التلفزيون أنه في عائلة بحاجة إلى ترميم منزل وتأثيثه، وأيضا المديرية العامة لقوات الدرك كلفتني أنه أنا أزور المنزل، بالفعل زرته، والآن إن شاء الله العمل جاري على تأثيث هذا المنزل. يعني إحنا دائما وأبدا ستي الكريمة على تواصل مع المجتمع المحلي، لأنه إحنا يعني من رحم هذا المجتمع، ويعني إحنا أعضاء فاعلين في المجتمع، في أي مساعدة يطلبها الإنسان إحنا دائما أبدا جاهزين وبخدمته. الله يعطيكم العافية. طبعا سيادة العقيد فرج زبون قائد درك الجنوب وحضرت أيضا المقدم الركن زيدون المجالي، طبعا قائد كتيبة 10 في مدينة الزرقاء، شكرا لكم، أرجوكم يعني من خلال يعني حلوة يا دنيا تنقلوا تحيات حلوة يا دنيا ورؤية لكل مرتباتكم ضمن يعني وحداتكم العسكرية، نورتونا في حلوة يا دنيا. شكرا لكم، بارك الله فيكم على هذه الاستضافة، شكرا جزيلا لكم، بارك الله.